يا شريف، مساء الخير. مساء الخير يا أمير، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي. أهلا بيك يا شريف. أنت طبعا متواجد دلوقتي في ملعب المباراة، عايزين نطمن من خلالك على كل الأجواء اللي بتسبق مباراة اليوم الهامة ما بين مصر وجزر القمر، اتفضل. النهاردة المنتخب فيه تغييرات على تشكيل كابتن حسام البدري. التشكيل بتاع منتخب كينيا زي ما أنت عارف في خرجت لعيبة من العناصر الأساسية ودخلت لعيبة تانية. النهارده في 6 تعديلات على تشكيل المنتخب. المنتخب النهارده بيبدا بالشناوي في حراسه المرمى، محمد الشناوي طبعا، قدامه 4 لاعبين، علي جبر وعمر جابر والونش وعبد الله جمعه، وقدامهم 2 في نص الملعب، المني والسليق، والثلاثي الهجومي هم محمد مجدي قفشه ومحمد صلاح وتريزيجيه، وفي الهجوم محمد شريف. طبعا انت عارف امير ان في اختلاف في وجهات النظر، البعض قال على ان التشكيل ما كانش كويس في المباراه الماضيه قدام كينيا، ولكن كابتن حسام قدر ان هو يعمل زي توليفه جديده او تشكيل جديد، يعني يحاول بيه ارضاء الجميع او ارضاء جميع اللاعبين بان هو يشارك عناصر جديده مختلفه عن مباراه كينيا. النهارده انت عارف امير ان المنتخب كده كده خلاص صعد، وجزر القمر كذلك صعدت، ولكن هو الهدف اللعب على الصداره وتحسين الاداء. بالظبط. حسام البدري امبارح وهو بيتكلم في المران اتكلم عن اكثر من جزئيه خاصه بالاداء، وقال ان الاداء مش مطلوب في المرحله الحاليه ومش مهم في المرحله الحاليه، ولكن الاهم هو تحقيق التاهل وتصفيه وتحقق التاهل. والامور في الفتره الجايه هتتحسن والاداء هيتطور وهيكون في اختلاف في شكل اللعب للمنتخب باذن الله. باذن الله. طيب شريف، انت كنت موجود كمان في تدريبات المنتخب بالامس، عايزك تقول لي الاجواء عامله ايه داخل معسكر المنتخب، العلاقه ما بين اللاعبين، هل في اي مشاكل بشكل او باخر تتعلق بالمنتخب، خصوصا في ظل الاحاديث الكتير اللي بخصوص مثلا لاعب زي محمد النني، لاعب مهم ما كانش لاعب المباراه اللي فاتت، كابتن حسام البدري وتعامله بشكل كامل، قول لي انت كنت وصف يعني موجود وصف لي الصوره بشكل عايز اقول لك امير اطلاقا ما فيش اي اجواء ترجع عن السياق. اللعيبه كلها في اجواء حماسيه بتتكلم وبتلعب مع بعض بشكل حماسي جدا، وكان في اجواء لطيفه. امبارح شفنا اكثر من لقطه فيها صلاح بيحاول يهزر مع النني وبيهزر مع اللعيبه ومع تريزيجيه، لكن برضه عايز اوضح للساده المشاهدين ان اقرب لاعب لصلاح هو تريزيجيه، يعني طول التدريبات صلاح ما سابش تريزيجيه وتريزيجيه ما سابش صلاح. الاجواء كانت حماسيه ولطيفه، اللعيبه واضح ان هم عندهم اصرار على ان هم يظهروا بشكل جيد النهارده قدام منتخب جزر القمر. كابتن حسام البدري اشتغل على اكثر من تقسيمه، شفنا اكثر من لعيب دخل في التقسيمه بتاعته، ولكن كان يعني امبارح الاكثر حاجه بارزه في المران او اكثر حاجه شفناها في المران هي الروح الجيده والروح الجميله والروح الحماسيه كويس اللي بين اللعيبه، اللي كانت شدت انتباه اكثر من صحفي زميل لينا. كل الصحفيين حتى كانوا واقفين وشايفين ان المنتخب ظاهر بشكل كويس جدا وظاهر بشكل حماسي، اللعيبه عايزه تظهر بشكل جيد، عايزه تقول للمنتخب لا احنا مش ده ادائنا قدام كينيا، عندنا اكثر من كده، عندنا الـ يعني الاصرار والعزيمه على ان احنا نقدم مستوى اجمل من كده. وانا امبارح حضرت المران، يعني انت عارف بيبقى الكاف سامح للصحفيين بعدد معين من الدقائق، ما حضرناش المران كامل، ولكن الجزء اللي انا حضرته كاملا بقول لك ان اللعيبه في قمه تركيزها، اللعيبه مش داخله ماتش جزر القمر على انه تحصيل حاصل، لا اللعيبه عايزه تثبت للمنتخب ان الاداء جيد، ان اللعيبه بتظهر بشكل كويس، هتقدم اكثر ما عندها. النهارده اكثر حاجه لاحظتها في التشكيل مختلفه، او اكثر حاجه يعني حسستني ان الكابتن حسام واخد الامر بجديه جدا وانه عايز يكسب، انه بادئ بقفشه وتريزيجيه وصلاح، يعني ما فضلش ان هو يريح صلاح مثلا او يريح تريزيجيه، لا كويس. هو بادئ بالثلاثه اللي قدام علشان يظهر باقصى ما عنده، وان شاء الله التوفيق للمنتخب والفوز النهارده قدام جزر. طيب انت اجريت حوار مع الكابتن حسام البدري، قول لي ايه ابرز يعني المحاور اللي اتكلمت فيها مع الكابتن حسام، وايه ابرز اجاباته اللي ممكن تكون لفتت نظرك او ممكن تكون بتهم الشارع الرياضي المصري؟ مظبوط. امبارح بعد المؤتمر الصحفي اللي اجراه مع الصحفيين والساده الاعلاميين وهو خارج كده، انا قابلته عند الاتوبيس فقلت اتكلم معاه عن اكثر من جزئيه، قلت له الجماهير بتنتقد الكابتن حسام علشان المكافئات الكتير او الفلوس الزياده او الامور اللي بتتكلم الامور الماديات يعني. تمام. قال لي اطلاقا الكلام ده ما بيحصلش، وكشف لنا لاول مره في جريده الشروق عن راتبه الحقيقي، يعني عن الراتب بتاعه والجهاز الفني الشامل. قال لي ان انا راتبي 60,000 دولار في الشهر، وان الجهاز السابق كان بيتفاضى 190,000 دولار.
تمام. الناس مش بتتكلم ليه عن الجزئيات دي؟ ليه دايما بنجيب السلبيات ما بنجيبش الايجابيات؟ دي حاجه. ثاني حاجه هو جانب المادي في الحقيقه، يعني احنا يعني انا اعتقد واتكلمت في الجزئيه دي قبل كده ان ده امر طبيعي جدا بما انه مدير فني منتخب مصر، حتى لو هياخد اكتر من كده كمان دي حاجه يعني ما فيهاش اي مشكله خالص، ومش مفترض ان احنا نتطرق ليها في الحقيقه. يعني هو يعني امير الناس عارف بتتكلم في قصه الماديات دي، تمام، اللي تمام. هو من ناحيه اللي هو ايه يعني، طب ليه، طب زياده عن اللزوم الرقم ده، ايه تاني غير النقطه دي يا شيخ؟ اتكلم بقى غير الماديات، اتكلم على ان الاداء مش يعني مش هو الامثل، وان هو عارف ان مش الاداء هو الامثل، ولكن في نفس الوقت بيطالب اللعيبه بتحسين الاداء في الفتره الجايه. اتكلم كمان عن جزئيه مهمه جدا، حته التكشيره. بيقول لك كابتن حسام دايما بيتكشر ما بيتحسناش ليه، ما بيتكلمش معانا ليه، لكن لا الحقيقه كابتن حسام قال لي الجزئيه دي، قال لي لا انا يعني طبيعي انا مش هينفع، قال لي انا مش هينفع اقف اضحك. قال لي انت بتشوف مين بيضحك من المدربين؟ قال لي شفت قبل كده جوارديولا واقف بيضحك على الخط؟ شفت زيدان؟ شفت مدرب في الدوري الانجليزي بيضحك؟ لا الصراحه ما شفتش. قال لي طيب خلاص يبقى الناس بتتكلم ليه؟ قلت له انت بتشوف مثلا في تعمد على اظهارك بالمنظر ده او بالشكل ده ان انت دايما ما بتضحكش؟ قال لي لا مش باخدها على انها كده، بس في نفس الوقت بحاول بقدر الامكان ان انا اوصل للناس. قال لي ما انا واقف بضحك معاك اهو. قلت له ما انا عارف يا كابتن حسام، واحنا ما اعتدناش عليك ان انت يعني بتدخل في صدام مع الصحفيين او بتدخل في صدام مع الجمهور. تمام بس واتكلم بقى على اكثر من جزئيه خاصه بان هو ان الراتب بتاعه اقل من مكان في الاهلي، وان الناس يعني ما تركزش اكثر على الجزئيات دي وتحاول تساند المنتخب وتصبر على تحسين الاداء، وان ان شاء الله الاداء هيتحسن في الفتره الجايه بشكل كبير جدا باذن الله. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا. شريف ابو حمد طبعا الصحفي بجريده الشروق، واللي اتكلم معانا في تفاصيل الاجواء ما قبل مباراه اليوم ما بين منتخبنا الوطني الاول ومنتخب جزر القمر في اطار التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه اللي تاهل خلاص ليها منتخبنا الوطني.